غصن القنا خضر غصن القنا وارد على الماء نزل وديبنا ومري جبي. في ثلاثينيات القرن العشرين كان وديبنا اليمني الشهير مسرح الأغنية الشهيرة أنا يا بو أنا، ومن وحي قصة الحب التي تحولت إلى مأساة صاغ الشاعر مطهر الإرياني كلمات الأغنية. عندما أتى الشاعر الكبير مطهر الإرياني صاغ هذه القصة في قالب غنائي اللي هي أغنية أنا يا بوي أنا، وصور فيها قصة ذلك العاشق الذي نزل وادي بنا ومعايشته لتلك القصة الجميلة والبديعة والمحزنة في نفس الوقت، لكنها أصبحت أغنية جميلة ومن روائع التراث الغنائي اليمني، وخاصة بعد أن قام الفنان الكبير علي بن علي الأنسي بتلحين هذه القصيدة. وذكرك في فمه غنوة وحبك جرى مجرى دمي يحلم. إيقاعها السريع والبسيط وارتباطها بواد شهير والشجع الجميل جعلها أغنية سهلة وعذبة وشهيرة. لليوم اللحن والقصيدة يتغنوا بها جميع الفنانين الشباب، الآن اشتهرت بكثرة في التواصل الاجتماعي من كلامها الرائع ولحنها الجميل وبسيط، يعني غنوا جميع الفنانين. قصة الأغنية ذكرها أديب اليمني وشاعرها الكبير عبد الله البردوني في كتابه قضايا يمنية، وتعتبر الأغنية تراثا شعبيا يمنيا أصيلا. معاذ منصر، تلفزيون سلطنة عمان، اليمن.